الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله جل مجده وعز ثناؤه وتقدست أسماؤه لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت هو الحي لا إله إلا هو له الحكم في الأولى والآخرة له الملك وإليه تصير الأمور ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال له آمرا وموجها ومعلما يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ويقول وهو أصدق القائلين أيضا: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول سبحانه أيضا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام من محكم القرآن العظيم وغيرها كثير نراها تتحدث كما هو واضح من سياقها عن ترتيب البيت الداخلي للمسلمين، كيف يعالجون أوضاعهم الداخلية، كيف يتعاملون مع بعض النتوءات والشذوذ الذي ربما يطرأ من بعض الذين في قلوبهم مرض من بعض أصحاب الأغراض والأهواء هنا وهناك كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الأمر بدعا، كانوا منذ أن وطئت أقدامه صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة نشأت هذه النتوءات وهذا الشذوذ وهذا النفاق وهذا الإرجاف في حياة المسلمين. لا يمكن للقرآن المنزل وحيا من السماء أن يترك الأمور هكذا تسير كيفما اتفق، لا بد، والقرآن كتاب حياة، القرآن هو كتاب حياة الأمة، هو الذي تتجلى فيه معاني الإيمان والإسلام وتتجلى فيه معرفة الله وماذا يريد الله من الناس. ما كان له أن يترك الأمور تسير على عواهنها دون توجيه دون إرشاد دون ضبط لسلوك الناس وفق القيم والأسس والمبادئ التي قام عليها الإسلام بالجملة. تأملوا هذه الآيات، كل هذه الآيات تتكلم وتتحدث عن ترتيب الوضع الداخلي للأمة وعن تحذير المسلمين من تلك النتوءات ومن ذلك الشذوذ ومن أولئك الشواذ الذين خرجوا عن القاعدة. كأن القرآن يقول لهم: إياكم أن تأمنوا لهم، لا تأمنوا مكرهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. انتبهوا، هؤلاء المنافقون كيف تتعاملون معهم؟ اسمعوا إلي ماذا أقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. بمعنى
يجب ألا تسمح لهم أن يتخللوا صفك أو أن يوضعوا بينك أو بينكم الفتنة والإرجاف والإفساد في الأرض. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ربما يكون من أعظم المخادعة ومن أعظم النفاق، النفاق باسم الدين والخداع باسم الدين، الذي يتزيى بزي الدين ثم يخدع الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلامه ما شاء الله جميل، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، حقيقته أنه ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اليوم وكل يوم في كل مرحلة نحن مطالبون وواجب علينا أن نتيقظ وأن ننتبه كيف نتعامل مع هذه النتوءات. قبل أيام شاهدنا مظهرا من مظاهر هذا الشذوذ وهذا الإرجاف وهذا النفاق وهذا الإفساد في الأرض، التفجير الإرهابي. وعلينا أن لا نخجل بالمناسبة، وعلينا أن نسمي الأشياء بأسمائها. نعم، هو تفجير إرهابي وعمل إرهابي ونوايا إرهابية وعقلية إرهابية، هذه التي تحاول أن تفسد ذات بيننا، لا تخدم إلا الاحتلال. هذه إذا لم تكن أصلا تأتمر بأوامر الاحتلال وتنفذ أجندة الاحتلال. تأملوا التوافقات بين ما حدث وما حدث. فجأة إسرائيل وأمريكا استيقظ ضميرهم تجاه إصلاح أوضاع غزة. كيف؟ من وجهة نظرهم لتكن غزة كيانا مستقلا، دولة مستقلة، وهكذا يتم تصفية القضية الفلسطينية، والقدس في خبر كان، والضفة الغربية في خبر كان، وفلسطين كلها في خبر كان. من يتماهى أيها الإخوة، من يتماهى مع هكذا مشاريع وينفذ أجندتها فلا يمكن أن يوصف إلا بالخيانة، ولا يمكن أن يتسمى إلا بالعمالة، لا يمكن أن يكون إلا كذلك. هذا العمل الإرهابي لم يقصد الأشخاص، وإنما قصد رأس المشروع الوطني، قصد تدمير المشروع الوطني، تفسيخ الوحدة الوطنية، تمزيق الصف الوطني. هم هؤلاء الذين وقفوا خلف هذا الهجوم الإرهابي، والذين سكتوا عنه، والذين سهلوا، والذين دافعوا عنه، والذين عموا عليه، كلهم لا يقصدون إلا تمزيق الجسد الفلسطيني. المسلم الحقيقي لا يقدم شيئا على الإسلام، كل شيء عنده بعد الإسلام، الإسلام أهم من كل شيء. والفلسطيني الحقيقي كل شيء عنده بعد فلسطين، لكن من يحاول أن يمزق الصف هو ليس فلسطيني وليس مسلم، ليس بفلسطيني وليس بمسلم. وما حدث لا يجوز بأي حال من الأحوال، لا يجوز أن يمر هكذا مرورا عابرا. والقيادة الفلسطينية لن تسمح لهذا الفعل الإرهابي الإجرامي أن يمر دون عقاب، ودون أن نعيد النظر في كل شيء، في كل شيء، ودون أن تتخذ إجراءات صارمة وحاسمة. ربما البعض الآن عندما يسمع هذا الكلام سيهاجمنا بعد قليل، وسيقول إننا ندعو كما قالوا من قبل، ندعو لتدمير غزة. غزة نحن، لا أحد يسعى إلى تدمير نفسه، غزة نحن، نحن غزة ونحن فلسطين. أما هم هؤلاء
أحدهم أحدهم حتى نفهم كيف تسير الأمور. قبل أيام أحد هؤلاء المتاجرين بالدين الذي في غفلة من الزمن وعن طريق الخداع والكذب وخدع الناس باسم الدين وأصبح عضوا في المجلس التشريعي، يقول وفي جلسة يقال إنها جلسة مجلس تشريعي: يجب أن نضرب وزراء حكومة التوافق عندما يأتون إلى غزة، ويجب أن نعتقلهم ونضعهم في سجوننا. هذه الثقافة تنشئ هكذا أعمال، هذه الثقافة، هذا التحريض، هذا التوتير، هذا الإجرام لا يمكن إلا أن ينشئ أعمالا كهذه وإرهابا كهذا. هل عرفتم من أين جاء هذا التفجير إذن؟ هل عرفتم من أين جاء؟ هل يمكن لهذا أن يمر؟ مسؤولي أمانة المسؤولية التي تتحملها القيادة، أمانة المسؤولية، المسؤولية عن الشعب، المسؤولية عن القضية، المسؤولية عن فلسطين، المسؤولية عن القدس، تفرض علينا ألا نمرر هذا مرورا عابرا، لا مرور كرام ولا مرور لئام، لا يجوز أن يمر. ويجب أن تكون هناك ليس مجرد وقفة للتقييم، يجب أن يكون هناك تقييم وتقويم، تقييم للوضع وتقويم للمسيرة وتقويم للعمل، حتى يعرف الجميع أننا لا نمزح وأننا لا نساوم ولا نهادن عندما يتعلق الأمر بلب المشروع الوطني والمهدد. والله يا إخوة، والله المهدد بهذا الهجوم الإرهابي هو جوهر المشروع الوطني، جوهر المشروع الوطني الذي يبحث البعض في واشنطن وفي غير واشنطن عن سبل لتصفيته تماما عبر صفقة القرن وعبر صفعة القرن وعبر أكاذيب القرن. يريدون تصفية اسم فلسطين. أنا أسمح لهم؟ لا والله، لا لهم ولا لأحذيتهم التي ينتعلونها لتنفذ لهم أراجيفهم وإجرامهم ومؤامراتهم كتلك النعال التي وقفت خلف ذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع قبل يومين في قطاع غزة. كلام يجب أن يصل إلى شعبنا أولا، وإلى أولئك المقصودون، إلى أولئك المقصودين بهذا الكلام الذين عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم جيدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين، سيد الأولين وسيد الآخرين وحبيب رب العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، منطق الأشياء الصحيحة والمنطق السوي في التفكير، سواء في التفكير المنطلق من الدين أو التفكير المنطلق من الرؤى السياسية الواضحة الحكيمة، يفرض أن يكون في كل مجتمع. اليوم نحن نعيش في مراحل أو مرحلة ما يسمى بالدول القومية أو الدول الوطنية. حسنا، هكذا تواضع العالم، لكن في كل دولة وطنية يجب أن يكون نظام واحد وقانون واحد وسلاح واحد وأمن واحد وقرار سياسي واحد، قرار الحرب والسلم، القرار الذي يوجه المجتمع ويحكم حركة المجتمع يجب أن يكون قرارا واحدا. أما تعدد القرارات وتعدد السلطات وتعدد الأسلحة، هذا ينشئ مجتمعا مفككا، مجتمعا متناحرا، مجتمع غاب،
مجتمع يأكل القوي فيه الضعيف. نحن لا نريد هذا ولا يمكن أن نقبل بهذا. والذي حدث في غزة والذي حدث من قبل والذي يمكن أن يحدث غدا أو في أي وقت هو نتاج هذا الوضع الشاذ الذي وضعوا فيه غزة منذ ذلك الانقلاب المجرم الأسود الذي ارتكبوه والذي اقترفوه. كلام يجب أن يكون واضحا حتى نخلص غزة من هذه الوهدة ومن هذا الواقع. علينا أن نعيد غزة إلى حضن أمها، وأمها هي فلسطين، إلى حضن أخواتها كل المدن والقرى الفلسطينية، وأن نعيد شعب غزة أهل غزة إلى الشعب الفلسطيني الذين هم منه ومن أصله ومن قلبه. سلطتين في غزة مستحيل، لا نقبل ولا يقبل المنطق، وليست هذه مصلحة شعبنا ولا مصلحة قضيتنا. سلاحين في غزة مستحيل، هذا نوع من الغباء، نوع من الحماقة، نوع من الهراء، لا يمكن أن نقبل. ليسمعها الجميع، ليسمعها الجميع جيدا. نريد مجتمعا يحكمه قانون واحد، بنظام واحد، بقرار سياسي واحد، بسلاح واحد، بأمن واحد. الحل هو أن تعود غزة إلى حضن الوطن، هذا هو الحل الذي يرفع المعاناة عنا وعنهم. وأقول لكم بالمناسبة، ويرفع المعاناة عن حماس، ويرفع الحرج عن حماس أيضا، عن المخلصين في حماس. أما أصحاب الأجندات الذين نعرفهم بأسمائهم فهؤلاء سينالهم العقاب الآجل أو العاجل. ويقولون متى ذلك؟ قل عسى أن يكون قريبا. أما غزة فسوف تعود، اليوم أو غدا سوف تعود، ولن نسمح بتمرير مؤامرة التمزيق ومؤامرة دولة غزة. لن تمر، لن تكون هناك دولة في غزة، لن تكون. ومن فكر فيها فهو خائن، ويجب أن ينال عقاب الخيانة، وعقاب الخيانة أنتم جميعا تعرفونه. ولن تكون هناك دولة أيضا بدون غزة. هذه دولتنا، وهذا مشروعنا، وهذه رؤيتنا، وهذا واجبنا الذي نعمل من أجله. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، إلهنا رب العالمين. اللهم يا غفر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ستار العيوب استر عيوبنا، ويا مفرج الكروب فرج كروبنا. يا رب قد عم البلاء فنجنا، وقد عجز الطبيب فداونا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وبشعبنا وبقضيتنا وبديننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بيده وأيدينا معه وأيدي شعبنا بأسره إلى الخير والعدل والنصر والتمكين والعزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لخير الإسلام والمسلمين، واجمع كلمتنا على الحق والعدل والدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. استقيموا استووا أقبلوا على الله بقلوبكم يقبل عليكم برحمته. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العلى. اللهم أحسن عاقبتنا الأمور كلها وأجرنا من سيئاتنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. اللهم إني خلقت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الوهاب. الله أكبر. تحية لله والصلوات والطيبات. السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب الشدائد وبارك إلا من القبر وبارك إلا من السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.